أنا أعتقد المعركة ستطول طبعاً. إسرائيل مصممة على أن تحقق هدف نوعي، يعني أنه مجرد أنه قتل الأطفال والنساء والاستجداف في المستشفيات يزيد من مأزقها طبعاً، وما يحقق لها النتيجة السياسية اللي ترجوها، كذلك أمريكا طبعاً من وراها والغرب كذلك بصورة عامة. فهي مثل ما تفضلت فعلاً معركة عض أصابع. أنا أود ألفت النظر إلى أنه كثير من الدول العربية والإسلامية لا تريد أن تخرج حماس منتصرة في هذه المعركة، لأنه هذا سيعتبر انتصار. لا شوي أنطيها بعد أكثر صراحة. أكثر صراحة. تريد أن تخرج حماس منكسرة من هذه المعركة، مو لا تريد أن تخرج منتصرة. لا تريد. هسه أنت أكثر صراحة. أي لا هذه. خليها صراحة بعد واحد. لأنهم يعتبرون هاي معركة محور، يعني محور مقاومة، وما يريدون لإيران أن يكون لها دور في رسم يعني ترتيبات جديدة في الشرق الأوسط، وهذا موقف واضح طبعا من الدول المنطقة، فضلا عن الموقف الأمريكي والإسرائيلي المعلن. ولهذا هم ما متحمسين لدعم حماس. نعم هم يتحدثون بطريقة إنسانية، نرسل مساعدات، نرسل أكياس روز، ما أدري شنو، قناني ما، يعني مساعدات أي. طبية، يحاولوها لموضوع إنساني، بينما هي المعركة أكبر، هي مو قضية موضوع إنساني. صحيح هذا الجانب زي. الإنساني مهم طبعاً ومروع زين، لكن إحنا هاي معركة هاي تترتب عليها نتائج كبيرة متعددة الأبعاد، هاي راح ترسم لنا يعني على ضوء نتائجها. أريد أرجع للأهداف الاستراتيجية اللي حضرتك تفضلت وقلت فشلت إسرائيل تحقيق أي منها لحد الآن، هي شنو أهدافها؟ أهدافها طبعا بعد هذه، هي طبعا هي كان، لا تنسى أنه قبل هذه، قبل 7 أكتوبر كانت إسرائيل تعتقد أنه خلاص الموضوع شو بينتهي، يعني أنه هي مطبعة حتى مع السعودية بدت، يعني بدت مفاوضات وحديث، وأنه خلاص الموضوع، ولن ينسى الضخ الإعلامي اللي صار له تقريبا أكثر.